السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. موضوعين كتير مهمين رح نحكيهم بالفيديو إن شاء الله تعالى. الموضوع الأول رح نحكي على فوز تاريخي لمنتخب سوريا للسيدات بكرة السلة على منتخب الإيراني. والموضوع الثاني اللي رح نحكي فيه عن البيان الصادر من اللجنة المؤقتة، البيان المضحك المبكي المحزن، وشويتين رح نشوف شو فحوى هالبيان. فضلا وليس امرا تجونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا لنا زر الجرس، لاني باخر فترة بصراحة التفاعل صار كتير قليل على القناة. اول شيء الف الف مبروك لمنتخب سيدات سوريا، حققوا فوز مهم جدا، فوز نوعا ما تاريخي يمكن على منتخب سيدات ايران بكرة السلة. 77-71 في بعض الصفحات تداولت 78، وفي صفحة رسمية للاتحاد السوري لكرة السلة نشرت الخبر انه حاليا الصور على الشاشة عندكم انه المنتخب السوري لكرة السلة فاز ب 78، على باقي الصفحات عم نشوف فاز المنتخب 77. مو مهم، المهم انه فزنا. طبعا البطولة بطولة اسيا للسيدات مستوى بي، بصراحة بداية مهمة جدا. إن شاء الله بالقادمة الأيام نشوف منتخب سوريا بكرة السلة للسيدات يحقق لنا إنجازات وأرقام مهمة، وبداية جميلة جدا لاتحاد السلة. عم نشوف شو الاحترافي بقيادة الكابتن طريف قطرج، وخلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى رح يكون عندنا فيديو كتير مهم عن الكرة السلة وعن المنتخب الأول بالتحديد. وحاليا خلينا بالموضوع المهم، البيان الصادر من اللجنة المؤقتة. رح نشوف شو فحوى البيان وليش بالتحديد نزلوا بهالوقت. والبيان على نحو التالي، نفى اللجنة المؤقتة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم التي تداولتها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي عن تجهيز تأشيرات الدخول إلى قطر للمدربين فجر إبراهيم، أيمن حكيم البرتغالي يكون بدالا للكادر الفني للمنتخب الوطني الأول، ويؤكد عدم صحة كل ما يعني للأخير يعني ما بعرف شو فحوى هالبيان. طيب على عين وعلى الرأس، بجوز أنا ما بتابع سوشيال ميديا، حضراتكم أنتوا أخوتي وتاج راسي، شفتوا أخبار تداولت شيء إنه في عم نجهز والله فجر إبراهيم، أيمن حكيم البرتغالي مشان يستلم بدل الكابتن نزار محروس؟ أنا ما شفت، سمعت خبر بسيط ونفيت أنا عالية عن الصحة، بس ولكن اللجنة المؤقتة عم تنفي هالأخبار، فمعناتها خذوها من الدقن، عم جهزوا فجر إبراهيم أو أيمن حكيم لتدريب منتخب سوريا بعد مباراة العراق. لأني مباراة العراق مباراة فاصلة، مباراة حاسمة للطرفين، إن كان للمنتخب العراقي مالنا فيه أو كان للمنتخب السوري. وشفنا خلال الساعات الماضية في بعض الأصوات تعالت لازم استقالة الكابتن نزار محروس من تدريب منتخب سوريا لأن أخذ فرصته الكاملة. لك يا حبيبي شو أخذ الزلمة، شو أخذ الفرصة الكاملة؟ يعني مثل ما بقولوا استعماده في تحته كل اللعبان 6-7 مباريات، يعني تحضير أقل من عادي. وخلينا نرجع شوي صغير للتاريخ، كل ما طلع اتحاد الكرة أو اللجنة المؤقتة نفى بيان خلال ساعات وخلال أيام قليلة جدا بنشوف طار المدرب وجا واحد بداله. لك عمي والله الجمهور صار فهمان، الجمهور صار يعرف اتحاد الكرة بشو عم بفكر. يعني ما لنا نحن عدم مؤاخذة امبارحة واليوم عم نتابع رياضة، لا لا لا، نحن من زمان نتابع رياضة. كل ما طلع بيان نفى انه في مدرب، في اقالة، في استقالة، بيطلع خلال ايام وساعات قليلة جدا الخبر صحيح، ان كان بالاندية او كان بالمنتخبات قولا واحدا. فيعني خلال الايام القادمة قد يكون بعد مباراة ايران يا فجر إبراهيم تمام يا اما ايمن حكيم، والمدربين اثنيناتهم جاهزين، ان كان الكابتن فجر ابراهيم او الكابتن ايمن حكيم مدربين للطوارئ تمام. فيعني ما تستغربوا بعد مباراه ايران واحد منهم يكون مدرب منتخب سوريا ابدا. وبصراحه انا حكيتها قبل ما يستلم الكابتن نزار محروس، يا ريت يستلم الكابتن ايمن حكيم، بتمنى كان يستلم بهالفتره الصعبه جدا كان يستلم الكابتن ايمن حكيم،
افضل من الكابتن نزار محروس ك يعني مو كخبره ولا كشيء، ولكن الكابتن ايمن حكيم ابن الدوري السوري بيعرف كل خبايا الدوري السوري وبيعرف كل اللعيبه وعنده خبره بالتصفيات بمجال التصفيات كاس العالم. فيعني الكابتن نزار محروس ما اخذ فرصته مع المنتخب، اقل شيء لازم يكون سنه كامله مع المنتخب. أنا هذا رأيي شخصي، وهذا الفيديو اليوم حبينا نحكي بموضوعين كتير سريعين ومهمين. فهذا الفيديو اليوم، السلام عليكم من قناة سيم سبورت. Thank you.